وفي الخدمات أيضا عقدت الإدارة المحلية لناحية النهرين بقضاء بلد بحضور مختاري الناحية اجتماعا موسعا لمناقشة الخدمات بمختلف القطاعات، حيث أكد مدير الناحية قرب انطلاق حزمة مشاريع أساسية والعمل على إنهاء المشاريع المتلكئة. وبين المجتمعون حرص وتعاون المحافظة على ملف الخدمات بغية النهوض بواقع النهرين وتلبية احتياجات الأحياء السكنية والصناعية. بتوجيه مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر الفحل بمتابعة ملف الخدمات للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم، بدأنا إن شاء الله حملة كبيرة بفتح طريق الرابط في ناحية النهرين من الحرذانية إلى أطراف أضاء ضلوعية بواقع 10 متر طولاً، وإن شاء الله سوف يخدم بمادة السبيس في الوقت الحالي، وأوعدنا خيرا إن شاء الله بإكساء هذا الطريق. لدينا مشاريع في القطاع الصحي، لدينا مركز صحي حوران من المراكز النموذجية، ولدينا بناء وتفليش مركز صحي البظاهر إن شاء الله، لدينا مركز صحي في منطقة المحيشات سنجار، ولدينا مركز صحي في أم بشعيفة إن شاء الله سوف تدخل على هذه الموازنة الجديدة. اليوم كنا حاضرين اجتماع ناحية دور المختارين المنطقة في ناحية النهرين، كان الاجتماع على ترتيب خدمات المنطقة، الخدمات الصحية والتبليغ، إسالة المي، والأوضاع إن شاء الله كاملة، والخدمات تجاوبا من محافظ صلاح الدين وأستاذ أمجد طلميس لحد مدير ناحية النهرين أستاذ عبد العزيز، والمنطقة خدماتها ماشية بشكل جيد، وما عندنا إن شاء الله أي تلكؤ بمشروع أو كل شيء. ما تحتاج هذه المناطق؟ تحتاج يعني من ناحية التبليط يعني متوفر، الإسارات متوفرة، المشاريع كلها الصحية الخدمية ما عدنا أي نقص بها. ويعود نشكر الشكر الجزيل لمحافظ صلاح الدين والأستاذ أمجد طلمس والأستاذ رافد عبد العزيز مدير ناحية النهرين الحردانية. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي واسم مختارية ناحية النهرين الحردانية، تم اليوم عقد اجتماع في مجلس الناحية بتاريخ 1/10/2024 بخصوص تسعيرة المولدات والخدمات الموجودة ضمن القاطع. خدمات الموجودة ضمن القاطع: التباليط مستمرة، والسبويس ما السبويس مستمرة، أعمدة الكهرباء، المحولات مستمرة. وهذا الفضل الدور الأول له سيد المحافظ، ومن ثم الأستاذ أمجد، ومن ثم مدير الناحية، ما يقصرون جزاهم الله خير. بس عندنا مشكلة أنه الطمر الصحي يأذينا، أنه هذا العلاليق وهاي الكذا تروح المزارع المال الفلاحين، فهذا مساحة ماكو، لازم حفر بآليات شفرات تحفر تكون بالدفن الطمر الصحي، لأن المواطنين دي يشتكون من هذا الأساس. اللي صارت عندنا بالمنطقة بعد ما رجعوا النازحين بالنسبة لتبليط الشوارع وإسالات المي والتنظيم الكهرباء من أعمدة إلى أسلاك، والسيد مدير ناحية يعني ما قصر بالمنطقة، والسيد عضو مجلس محافظة صلاح الدين الأستاذ أمجد الطلمس يعني ما قصر بناحية التبليط وناحية الكهرباء، وهاي الأمور كلها توفرت عندنا هسه. باسم مختاري ناحية النهرين حيكم أجمل ترحيب قناة صلاح الدين. نحن الآن مختارين ناحية النهرين مجتمعين مع السيد رخ مدير ناحية لتداول أوضاع المنطقة والخدمات اللي جات جهز المنطقة. الحمد لله الخدمات على أوجها في هذه المرحلة بتوجيه السيد المحافظ والسيد رخ أمجد طلمس عضو مجلس محافظة صلاح الدين. المنطقة الحمد لله متجهزة من كل النواحي، ما عايزها أي شيء، تبليط، كهرباء، إنارة، طرق، مستوصفات، مدارس، الحمد لله كلها على جزء، وهذا كله بفضل الدعم من السيد المحافظ. حياكم.